هي من أعظم المواعظ اللي أنا قرأتها في عمري واستفدت منها. هلأ إذا واحد ارتكب المعاصي ولها لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها، وألم الطاعة يذهب ويبقى ثوابها. احفظوا القاعدة صحيحة، الطاعة فيها مشاق، لك مشقة الطاعة تذهب. هل تذكر ما قسيت من التعب في الصيام قبل 10 سنين؟ راح، لكن الثواب باقي. ومن أقدم على غلبته نفسه فأفطر وآثر اللذة العاجل، هاللذة هي راحت وبقي عقابه.